أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اتهام الحكومة اليمنية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا بالتضليل حيال جرائم ميليشيا الحوثي. اتهمت وزارة الخارجية اليمنية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في اليمن بالتضليل في البيانات التي يقدمها بشأن الانتهاكات الحوثية حول المساعدات الدولية والاعتداء على مستودعات الغذاء الأممية. وجاء تصريح الخارجية اليمنية على حسابها في تويتر بعد أن كشف كبير المراقبين الأممين السابق الهولندي باتريك كاميرت في تصريحات لصحيفة هولندية تدمير الحوثيين لنحو 20% من مخزن الحبوب. وتتهم الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في البلاد بالتغاضي عن كشف الانتهاكات الحوثية بحق المساعدات الأممية، سواء على صعيد نهبها أو إتلافها أو بيعها في الأسواق. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: ما دور المنظمات الدولية في التستر على جرائم الميليشيا؟ وما هو مستقبل تعاون وتعاطي الحكومة الشرعية مع المنظمات الدولية؟ تضليل دولي متعمد لانتهاكات الوضع الإنساني، هكذا تصف الخارجية اليمنية ما يقوم به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن. ويأتي اتهام الخارجية بعد تصريحات أدلى بها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت لصحيفة الفولكس الهولندية، والتي قال فيها إن 20% من مخزون الحبوب في مطاحن البحر الأحمر دمرت بقذائف الحوثيين. اتهام الرئيس السابق لبعثة المراقبين الدوليين ميليشيا الحوثي بالتسبب بتدمير مخزون الحبوب بالحديدة اعتبرته وزارة الخارجية دليلاً على صحة شكوكها السابقة ببيانات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، وهو المكتب الذي رفض اتهام الحوثي بالاعتداء على مطاحن البحر الأحمر. مطاحن البحر الأحمر تعد مثالاً على ماساة تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة الإنسانية، وهي الأزمة التي من المحتمل أن تستضيف جنيف من أجلها اجتماعاً دولياً نهاية الشهر الجاري. ووفق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الاجتماع الدولي سيناقش الاحتياجات الإنسانية لليمن التي يحتاج فيها 80% للمساعدات الإنسانية والحماية. كانت الحكومة قد أعلنت عن تسهيل ممرات إنسانية في الحديدة بفتح خطوط كيلو 8 وكيلو 16 و60 بهدف الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر والمساهمة في إزالة العراقيل أمام المساعدات الإنسانية، إلا أن تسهيلات الحكومة لاقت تعنتاً من قبل ميليشيا الحوثي. فيما هو واضح فإن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لم تعد محل ثقة الجهات الرسمية، بينما تستمر المساعدات الإنسانية في طريقها نحو ميليشيا الحوثي، طالما ظل الوضع الإنساني في اليمن رهينة تجاذبات الصراع الإقليمي والدولي. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. بداية، كيف تقرأ التصريحات الحكومية التي اتهمت مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن بالتستر على جرائم الحوثي؟ مساء الخير، تحية لكم مشاهديك الكرام. يعني الموقف الحكومة هذا يعني مش جديد، عادة الحكومة بتتهم الأمم المتحدة بأن تقاريرها بتخدم أو بتميل لصالح الحوثيين بشكل دائم، وهذا فيه جزء من الصحة، لكن لا يمكن قراءته من وفقا لتصورات بان هناك اجنده خفيه للامم المتحده وبانها تتسكر عن الحوثيين. لنقرا الواقع كما هو، هذه المنظمات تعمل في معظم اعمالها في مناطق سيطره الحوثيين، هذه المنظمات مكاتبها الرئيسيه في صنعاء، هذه المنظمات معظم موظفيها المحليين بشكل أو بآخر هم إما يكونوا متعاطفين مع الحوثيين أو أنهم يخافوا من الحوثيين وما دخلوا ونستمروا في هذه الأعمال إلا بموافقة حوثية، أو على الأقل بأنهم لا يقوموا بأي نشاط يخالف توجهات الحوثية. بالتالي تقارير الموظفين المحليين، إضافة إلى ذلك أيضا لا ننسى الشركاء مما يسمى المنظمات المحلية اليمنية في هذه المناطق أصبحت معظمها إذا تكون كلها هي منظمات حوثية، وبالتالي
هناك يعني حالة موضوعية، بمعنى أنه هذه المنظمات تقاريرها هذه صيغها موظفين محليين متعاطفين مع الحوثي بشكل أو بآخر أو خائفين من الحوثي. أيضا المنظمات كونها تعمل في هذه المنطقة هي تحاول ألا تستفز الحوثي، خاصة أن الحوثيين ليسوا سلطة شرعية، سلطة تخاف من الضغط الخارجي. بمعنى أنه هذه المنظمات لو أنها أعطت الحقيقة واتهمت الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يعرقلون عملها وقام الحوثيين بإجراءات ضدها، لا تستطيع هذه المنظمات أن تعمل، وليس بإمكان المجتمع الدولي أن يغير من الصورة إذا رفض الحوثيين التعامل معهم. علينا أن نأخذها من هذه الزاوية وليس كمخطط وبأن هناك مؤامرة دولية يعني هناك نقطة مهمة في هذا السياق. الاتهامات هذه جاءت بعد تصريحات تقريبا يعني رئيس لجنة إعادة الانتشار السابق الهولندي باتريك كاميرت، الذي كان في الحديدة، وقال في تصريحات لصحيفة هولندية أن الحوثيون هم من دمروا نحو 20% من مخزون الحبوب في الحديدة. يعني هل نقرأ من ذلك أن بالفعل الأمم المتحدة لا تتعاطى بشكل يعني غير حيادي في المسألة اليمنية؟ اولا التصريح ما اتى من الموظف الاممي الا بعد ان ترك عمله، بمعنى انه لم يعد يخشى تبعات هذا التصريح، وهو قال الحقيقه يعني، وكان هناك وراى بان الحوثيين كانوا معرقلين وبان الحوثيين ايضا تسببوا في دمار جزء من المخزون الموجود في مطاحن البحر الاحمر. لكن هذا الراي الان هو فقط رأي تسترشد فيها الحكومة لتقوي حججها بأن تقارير الأمم المتحدة منحازة للحوثيين بشكل أو بآخر. إضافة لذلك المبعوث الأممي يريد أن يظهر بأنه محايد ولا يمكنه أن يتخذ مواقف واضحة ومباشرة، يعني الوسطاء الدوليين والموظفين الأمميين بشكل عام في المنازعات يحاولوا أن يغلفوا تقاريرهم في أفضل الأحوال بعبارات ذات لون رمادي، يعني لا هي بيضاء ولا هي سوداء. ولا أدرى ما يظهر تقرير أو تصريح لمبعوث أممي أو لموظف أممي في أرض الميدان يقول بأن هذا الطرف عرقل أو هذا الطرف كان أفضل من الطرف الآخر، لأنه في هذه الحالة سيخسر العمل مع هذا الطرف أو أنه سيستعدي وأمور كثيرة. وبالتالي الحكومة اليمنية عندما تصرح بهذا التصريح هي لن يغير في الأمر شيء، لأنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا ينظر لهذه المسائل بأنها خروقات كبيرة ومهمة. كما تعرف اتفاق ستوكهولم كان الهدف الأساسي منه هو وقف معركة الحديدة، وقف اطلاق النار ووقف معركة الحديدة. هذا الهدف تحقق حتى الآن، والمجتمع الدولي تحقق ليس بفضل أن الحوثيين متعاونين أو أن الطرف الثاني متعاون، ولكن لأن الضغط الدولي والعين الدولية لا زالت مفتوحة وتمنع معركة الحديدة. الأمور الأخرى المتعلقة بالاتفاق وتحديدا مسائل إعادة الانتشار أو مسائل فتح الممرات للقوافل أو إعادة الطرقات وغيرها، هذه مسائل تظل ثانوية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وبالتالي سيتعاطى معها بشكل أو بآخر. ليس هناك من مشاكل في تأخير تنفيذ هذه الاتفاقات او حتى عدم تنفيذها، يعني في النزاعات المحليه تحديدا وليس النزاعات الدوليه. بعض القرارات او بعض الاتفاقات وبعض النقاط ان لم يكن المجتمع الدولي راغب بفرضها 100% فانها لا تتحقق ولا تنفذ، وهذا من المحتمل ان تظل ان يظل الوضع في الحديده على حاله، يعني لا الحوثيين سينسحبوا وفق ما تريد الحكومه ولا ايضا القوات المشتركه ستنسحب كما يريدها الحوثيين، لكن سيتم فقط فرض حاله الهدنه
الى ما شاء الله يعني هذه طيب. لا نعرف نحددها الى متى. طيب دعنا نروح نشرك معنا في هذا الحوار من ينضم الينا من القاهره مدير عام البحوث بوزاره حقوق الانسان اليمنيه الاستاذ وليد العباره. ارحب بك استاذ وليد. اذا كيف تنظر وانت مسؤول في وزاره حقوق الانسان الى مستقبل تعاون الحكومه الشرعيه مع المنظمات الدولية خاصة المنظمات الدولية الإنسانية خصوصا بعد هذا الاتهام من قبل وزارة الخارجية بالانحياز لميليشيا الحوثي؟ السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم وكافة الأخوة المشاهدين. أولا علينا أن نفرق ما بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والأمم المتحدة. صحيح أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو مجلس حقوق الإنسان وحتى مجلس الأمن الدولي كلاهما مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، لكن لكل من هذه المؤسسات آلية خاصة به. فيما يتعلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، هذا الخلاف أو وجهة نظر الحكومة ليست جديدة. فحينما كان مايك جولدريك بالضبط كان منسق الشؤون الإنسانية، كان كل تقاريره منحازة بشكل واضح للحوثيين، وأيضا احتجت الحكومة الشرعية في أكثر من مذكرة لها على أداء المنسق الإنساني، وأيضا طالبت تغييره في أكثر من مناسبة. فيما يتعلق بليزا جراندي المنسق الجديد، كنا نأمل بالفعل وخصوصا في وزارة حقوق الإنسان أن وفي اللجنة العليا للإغاثة أن يكون أداءها مختلفا، لكن للأسف الشديد المنسقية الإنسانية لا تعمل، هناك مصالح مرتبطة أو هناك أجندة مرتبطة بمصالح الدول ولا تعبر بالضرورة عن 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 الضمير الدولي فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني كمرجعية فيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بخصوص التصريح الخارجية هو فيما يتعلق بالقمح المخزن في مطاحن البحر الأحمر في ميناء الحديدة. حينما تم استهداف هذه المطاحن تواصلت الحكومة مع برنامج الغذاء العالمي ومع المنسقية الشؤون الإنسانية من أجل تحديد ما هي الأضرار التي أحدثها الحوثيين أو القذائف التي دمرت جزء من المطاحن، ولم يتم تحديد رقم ولم يتم التحدث إلينا والتعامل بجدية، على الرغم أنه كان الأستاذ عبد الرقيب فتح رئيس اللجنة العليا للإغاثة تحدث عن إتلاف 40,000 طن من الحبوب، وحينما طالبناهم بتوضيح ما هي الأضرار التي نتجت عنها، وإن كان الغذاء لا يزال صالحا أم قد تم إتلافه، وإن كان لا يزال موجود أم تم سرقته، على الأقل كحكومة كان يجب أن تحصل على هذه التفاصيل، خصوصا ان هذا الغذاء هو جزء من المساعدات المخصصه للاستجابه الانسانيه لعام 2018، نحن نقول على انها محجوزه منذ 5 أشهر وهي جزء من المساعدات المقدمه الذي تقريبا كان المبلغ الاستجابه وصل الى 3 مليار، وبالتالي اصبحت هذه يجب ان تكون في متناول المحتاجين، وبالتالي ابقائها في موانئ البحر الاحمر يعد اشكاليه كبيره جدا بدون ان تقوم المنسقيه باتخاذ موقف في هذا الشان. نتفاجأ بأن يؤكد أنه بالفعل حدث أضرار لهذه المخازن بعد تصريح كوميرس، بالفعل هناك يقول كوميرس 20%، وأنا أعتقد على أنه لأنه توفر لكوميرس بالفعل وصول للميناء الحديدة وربما استطاع مقابلة بعض الأشخاص والحصول على بعض المعلومات، وكما نعلم أنه أيضا زار ميناء الحديدة، وبالتالي هذه معلومات خطيرة جدا. طيب يعني هذه نقطة أريد أن أسألك فيها سيد وليد، هل لا زال كاميرت موظفا أمميا مسؤولا؟ يعني هل ينطق الآن باسم الأمم المتحدة أم أنه ينطق كمستشار، يعني لا يحمل الأمم المتحدة مسؤولية ما يصرح فيه؟ لا، هو كان في مهمة أممية، وحينما يحدد أنه يذكر في تصريح بأنه إتلاف 20% من الغذاء المتواجد أو المخزن في مطاحن البحر الأحمر، هو هذه تعتبر نقل فكرة من الواقع ليصبح متاحا للرأي العام وأيضا للأمم المتحدة، وبما أنه أتاح هذه المعلومة للرأي العام الدولي بمعنى أنه بالفعل أصبحت هذه المعلومة لدى الأمم المتحدة، وبالتالي هذا التصريح مهم جدا في سياق هذا العمل، وعلى الأمم المتحدة بالفعل في هذا الظرف على أن يجب أن يكون لها موقف حساس. إذا نحن نتحدث عن احتجاز الغذاء ليس مجرد احتجاز الغذاء، نحن نتحدث عن استخدام الحوثيين لسلاح الجوع كأحد خياراتهم الاستراتيجية في هذه الحرب،
إذا العامل الإنساني على الأقل كان هناك تحول فيما يتعلق بالسردية الدولية في الواقع الإنساني في اليمن. أو طيب أنت بدأت بالإشارة إلى نقطة أن ماك جولدريك المنسق السابق للشؤون الإنسانية كانت عليه كثير من علامات الاستفهام أيضا، وهذا ما أسأل فيه ضيفي الآخر الأستاذ عبد الناصر المودع. يعني هل هي طبيعة أن وجود هذا المكتب أساسا في صنعاء وعمله بشكل أساسي في مناطق التركز السكاني التي يصدف أن يسيطر عليها الحوثيين بهذا الشكل الآن، هو ما يضطر هؤلاء إلى التصريح، إلى ضبابية التصريحات إن صح التعبير؟ يعني إلى حد ما صحيح هذا الكلام، يعني بمعنى أنه أنت تخيل نفسك بتعمل كموظف أممي، تدخل من المطار بأمر من الحوثيين وتخرج بأمر منهم، تعين هذا الموظف بأمر، تتحرك كل نشاطاتك تحتاج إلى موافقات منهم، خاصة نعرف أن الحوثي الآن أصبح يمارس يتعامل مع هذه المنظمات بقبضة أمنية شمولية، لم يعد الأمر كما كان في السابق. الآن كل تحركات وكل نشاطات هذه المنظمات تتم وفق أجهزة الأمن القومي التابع للحوثيين، وبالتالي هذه المنظمات تحرص بشكل كبير على أنها لا تستفز الحوثيين وتجاملهم. إضافة كما ذكرت لك، معظم الموظفين المحليين بيكونوا إما محسوبين على الحوثيين أو أنهم خايفين من الحوثيين، وبالتالي كل تقاريرهم، كل ما يتحدثون فيه في الغالب يصب في خانة الحوثيين. لهذا السبب سنظل وستظل يعني هذه المنظمات تمارس أو تقدم تقارير بنفس الشكل. في أفضل الحالات ربما يصدر تصريح إما من موظف يكون بعيد، يعني مثل ما حدث مع رئيس برنامج الغذاء العالمي نفسه الذي صرح بأن الحوثيين يسرقون الطعام أطباق الجائعين، لأنه بعيد ليس الموظف المحلي الذي، لكن بالطبع الذي قدم له التقرير هو الموظف أقصد الأممي في اليمن، لكن الموظف الأممي في اليمن لا يتجرأ أن يقول هذا الكلام، لأن الحوثيين بكل بساطة لن يمنحوا تأشيرة دخول إلى اليمن مرة أخرى أو يضايقونه في عمله في اليمن. وقدرة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين كميليشيا ضعيفة، لكن إذا كانت حكومة معترف بها من العالم يهمها رأي العالم فإنها لا تستطيع أن تتصرف بهذه التصرفات أو أنها تكون عليها صعبة. لهذا الحوثيين سيستمروا في الاستفادة من هذه المنظمات في نفس الوقت، وأيضا استثمارها لصالحهم واستثمار تقاريرها إذا ما كانت في صالح الطرف الثاني أو أنها لا تشير لهم بأي إدانة من لتصرفاتهم. أشكرك أستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. قبل العودة إلى ضيفي الأستاذ وليد الأبارة من القاهرة، أرحب بمن ينضم إلينا من لندن الناشط الحقوقي الأستاذ البراء شيبان. أسألك أستاذ البراء، لو كنت أنت ناشط حقوقي وباحث في مجال حقوق الإنسان، لو كنت أنت مكان ليزي جراندي أو مكان ماك جولدر قبلها، كيف ستكون تقاريرك عندما ترفع تقارير حول الوضع في حول من يقوم باستهداف مخازن برنامج الغذاء العالمي مثلا، من يقوم بعرقلة المساعدات إلى آخره؟ تحية لك في البداية وتحية للضيفين اللي انضموا معك. السؤال حقيقة هو صعب، لأن احنا الآن نتحدث عن شخصين هم في أسفل الهرم التنفيذي لبرامج الأمم المتحدة التي بطبيعتها في معظمها إنسانية. فالطريقة التي تتعاطى بها الآن في هذه المرحلة منظمات الأمم المتحدة، أعتقد أن هناك يعني مستويين من التعامل، وكل مستوى تقريبا منفصل عن الآخر. المستوى الأول هو المستوى السياسي، وهذا هو ما يتعاطى فيه المكتب المبعوث، السفراء المعنيين في مجلس الأمن، سفراء الدولة 18 في اليمن، هؤلاء كلهم يتناقشوا مع الحكومة من الشق السياسي. لكن على الجانب الآخر وهو الشق الإنساني، هذا يعمل بعقلية أن اليمن يمر بأزمة إنسانية، فالاستغراق في من المتسبب بالنسبة لهم الآن هو مضيعة للوقت.
المهم أن في أزمة إنسانية ويجب يعني هم في 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 حالة إسعاف. الإشكالية في التعاطي بهذه العقلية أن الأساس المشكلة أو سبب المشكلة التي أدت للوصول إلى الأزمة الإنسانية وهي بطبيعتها سياسية وانقلاب عسكري وغيرها من التفاصيل لا تأخذ حقها في التقارير التي نحن يعني يطلع عليها العامة. فيستغرب البعض لماذا لا يدين مثلا بشكل واضح الحوثيين باستهداف مخازن الغذاء، لماذا لا يتعاطوا بشكل مختلف مع الأزمة اليمنية. وأعتقد السبب هو ببساطة لأنه الناشطين اليمنيين يتحدثوا في أساس المشكلة، وأن أساس المشكلة هو الانقلاب، وإذا انحلت مشكلة الانقلاب ووصل الأطراف إلى حل سياسية بطبيعة الحال تنعكس على الوضع الإنساني. لكن بالنسبة للمنظمات الآن هي تعتبر أنها تجاوزت المرحلة التي فيها فقط المسألة حل سياسي، وتقول نحن دخلنا في حالة يعني إسعاف، ويجب أن يتم التركيز على الجانب الإنساني. ويعتقدوا من وجهة نظرهم أنه إذا تم التركيز بشكل كافي على الوضع الإنساني هذا بطبيعة الحال سيضغط على الأطراف للوصول إلى حل سياسي. طيب دعني أعود إلى نقطة أخرى مع ضيف الآخر الأستاذ وليد الأبارة مدير عام البحوث في وزارة حقوق الإنسان. أستاذ وليد، هل يمكن فهم الآن من خلال هذه التصريحات أن ليزي جراندي ما عاد مرحب بها كمديرة للمكتب مكتب تنسيق شؤون الإنسانية في اليمن من قبل الحكومة الشرعية؟ هل ستطالبون بتغييرها؟ إلى الآن لم يصل مستوى الاحتجاج داخل الحكومة الشرعية إلى هذا المستوى. أعتقد أن الضغط الآن هو فيما يتعلق بجزئية تخزين الغذاء في مطاحن البحر الأحمر، وأيضا بمحاولة الضغط على الأمم المتحدة للضغط بدورها على الحوثيين بالإفراج عن هذه الكمية الكبيرة من الغذاء، وأيضا فتح الممرات الإنسانية لكي تصل إلى المحتاجين في كافة ربوع الجمهورية. هذا الناحية. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالتصعيد، لا أعتقد أن التصعيد سيصل إلى مرحلة المطالبة، ولكن بالفعل إذا لم تقم منسقية الشؤون الإنسانية باتخاذ موقف حازم من الحوثيين فيما يتعلق بهذا الأمر، بالإضافة إلى مركزية الأعمال الإنسانية في اليمن، بمعنى أن الشؤون الإنسانية ظلت تصر على التعامل بشكل مركزي مع الحوثيين في صنعاء، وعلى الرغم أن الخطة الاستجابة الإنسانية العام 2018 شملت أنه سيتم فتح 4 مراكز بالإضافة إلى صنعاء موجودة إحداها في مأرب وعدن والمكلا أيضا، إلا أنه بانتهاء 2018 وبدء العام الجديد 2019 لم تقوم الأمم المتحدة بفتح هذه المراكز في هذه المحافظات، وبالتالي لا يزال سير الإغاثة الإنسانية يمر عبر ميناء الحديدة بشكل حصري، ومن ثم يذهب إلى صنعاء، ومن صنعاء يتم توزيع المساعدات الإنسانية على باقي المحافظات. الحكومة كانت في أكثر من مناسبة طالبت بلا مركزية العمل الإغاثي، وهي مستمرة في التصعيد بهذا النسق حتى يتم الاستجابة إليها. مبدئيا وافقت الأمم المتحدة، لكن على الأرض لم يجري أي شيء من هذا القبيل. نأمل خلال عام 2019 حصل تقدم كبير في هذا الجانب. على الأقل طالبت الحكومة بألا يصدر خطة الاستجابة الإنسانية بدون أن تشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تكون فاعلة وجزء من هذا التخطيط لهذه واكتتاب هذه الخطة، وبالتالي نأمل في الأيام القريبة أن تمارس الحكومة الشرعية سيادتها على كافة العمل الإنساني، وفي ذات الوقت عدم السماح لأي منظمة تعمل خارج تصاريح وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو سيتم إبعادها عن العمل الإنساني، بالإضافة إلى تذليل كل المعوقات أمام هذه المنظمات للعمل بشكل آمل، وأيضا إتاحة لها الفرصة للعمل داخل فنادق السلطة الشرعية بكل أريحية. وبكل تأكيد هذا الكلام يضع مسؤولية على اللجنة العليا للإغاثة كواجهة رئيسية للعمل الإغاثي بداخل اليمن بشكل أساسي. أشكرك جزيل الشكر مدير عام البحوث بوزارة حقوق الإنسان الأستاذ وليد الأبارة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ البراء شيبان، يعني الآن الحكومة قد تصعد، الحوثيين قبل ذلك كانوا طلبوا بتغيير كمرت بشكل أو بآخر، هاجموا بقوة في وسائل الإعلام ربما، وهذا ما حدث في نهاية المطاف أن تغير كمرت بلوليزغارد. برأيك هل ستضغط الحكومة باتجاه تغيير ليزي جراندي أم ستتعاطى مع الأمر بمرونة سياسية أكبر إن صح التعبير؟
أولا يجب أن نحن نفرق ما بين دور كامرت وبين ليزا جراندي. ليزا جراندي منسقة للشؤون الإغاثية والإنسانية. كامرت كان يتعامل بشكل مباشر فيما يتعلق بإعادة الانتشار وخطة وقف إطلاق النار على الميدان. ففي مفارقة كبيرة طبعا ما بين الاثنين. الحكومة اليمنية أنا لا أعتقد أنها سوف تصعد للحد الذي تطالب فيها أن تتغير ليزا جراندي، كون إنه الحكومة لا زالت حتى هذه اللحظة تحاول أن تبقي قدر الإمكان رغم اختلافها في وجهات النظر مع الأمم المتحدة في مجالات كثيرة، ولكنها تحاول أن تبقي العلاقة معهم ودية حتى قدر الإمكان. النقطة أنا أعتقد التي هي أساس المشكلة، الأمم المتحدة هي بطبيعة الحال هي فقط يجب أن تأتي إلى الدولة كتستجيب للحالات الطارئة، وعادة إذا كانت الدولة لديها خطة حقيقية أو خطة إنعاش حقيقية ستضطر أن تتعامل معها. هذا الفراغ الذي نحن نشاهده هو بسبب أن هناك غياب للدور الفاعل للحكومة اليمنية. وأنا شخصيا قد التقيت مع مسؤولين من الأمم المتحدة ومع مسؤولين في مجلس الأمن، وحدثونا يتحدثوا بشكل واضح أن لديهم خيبة أمل في القيادة الشرعية، لأنهم لا يجدوا أن هناك قيادة متفاعلة بالقدر الأزمة التي تواجهها اليمن. فلذلك تصبح هذه الإشكاليات حاضرة. غير أن كثير طبعا مثل ما ذكرت لك في البداية أن كثير من العاملين الإغاثيين في الأمم المتحدة يقولوا الآن الأولوية ليست إرضاء الحكومة الشرعية، الآن لدينا أزمة إنسانية نتعاطى معها حتى يتم حل المشكلة السياسية. أشكرك أستاذ البراء شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن على هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.